السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناة سمو برو. فمرات أسبوع ما شفت فيها حتى شي فيديو. بزاف الناس كانوا يسولوني يعني علاش ما بقيتش نشر الفيديوهات بعد ما يعني كان تيسولوني يعني شي ناس يعني تيسولوا واش وقعت لي شي حاجة أو شيء من هذا. ناضو شي وحدين عاوتاني بدا تيقول أن الطرق يعني خاصة بي يعني انتهت أو شيء من هذا. فالطرق يعني ما زالت، وإن شاء الله يعني ستكون يعني الحلقات القادمة ستكون يعني أجمل وأروع من الحلقات الماضية، وسنستفيد يعني خصوصا أنا سنعتمد على دمج موقعين يعني في الربح، يعني نستفيد من هذا الموقع يعني مثل ما سنشتغل على مع السي بي اي. على العموم يعني سنقوم بعمل بهذه الطريقة، لن تكلفك يعني أموال يعني في حال كنت تريد أن تقوم بالربح بدون يعني أن تدفع أي شيء يعني، فهذه الحلقة إن شاء الله ستهمك بشكل كبير جدا. فحلقة اليوم غنهضر فيها على الفريدوم، وبزاف الناس كانوا تيسينوا هذا الفيديو هذا اللي كان وقع لي المشكلة هذا يعني قبل 4 شهور في حالة كان وقع لي المشكلة هذا. قررت ندير هذه الحلقة هذه باش إن شاء الله يعني في الفيديو الجاي نقدم لكم أحسن شركة بارتنرشيب يمكن تشتغل عليها في اليوتيوب، غنقدم لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. فهاد الحلقة نهضر على المشكلة اللي طالية مع الفريدوم، وماشي المشكل ديالي بوحدي حيت اكتشفت أن العديد من الأشخاص تيعانيو من هذا المشكل. الفريدوم تتخدم بواحد الطريقه يعني او تتنصب بواحد الطريقه يعني ذكيه، يعني ما تنقولش يعني تتنصب انها ما تدفعش، يعني بزاف الناس يسولوني في لي كومونتير او لا غيجاوبوني في لي كومونتير انه يعني يشتغلوا مع الفريدوم والفريدوم تدفع لهم. انا شخصيا يعني دفعت لي اكثر من مره، لكن يعني جمعت لي اموال شهرين بالكامل، وحينما حان وقت الدفع قد تم تصفيه حسابي وكان لدي مبالغ كبيره في الموقع، وقام بالموقع يعني بحذف حسابي، وعندما اسال السيبور لا يجيبني. المهم اصبح المشكل يعني ما هذا الشكل، وقمت بطرحه لكم. فبعد ان طرحت هذا الموضوع اكتشفت انني لست وحدي من اعاني من هذا المشكل، وان هناك العديد والعديد من الاشخاص من تم حذف حسابهم، خصوصا ان هناك يعني مبالغ اشخاص اصحاب المبالغ الكبيره التي تم قفل حسابهم بهذه الطريقه، خصوصا بعد طرحها في منتديات يعني اجنبيه او حتى عربيه. على العموم يعني انا لم اكن اريد ان اطرح هذا الفيديو لان هناك كثير من الاشخاص من سالني عن موعد هذا الفيديو وموعد هذه الحلقه، هناك اشخاص من نسي حتى هذا الموضوع، لكن ان شاء الله اني يعني وعدتكم بان اقوم به ها أنا الان اقوم به يعني في الوقت المناسب، لانني ساضع لكم البديل وافضل بديل ان شاء الله في الفيديو القادم. فشيء اخر، انك لو ذهبت الى الفيديوهات الخاصه بهم ستجد على انهم يقولون لك على انهم يستطيعون توثيق قناه حتى لو كانت صغيره. ولو ذهبت الى اليوتيوب يعني اذا ذهبت الى قوانين اليوتيوب تقول لك اليوتيوب ان قنوات لا يمكن ان توثق الا اذا وصلت الى 100,000 مشترك في القناه، يعني لو كانت قناتك تمتلك 100,000 مشترك يمكن توثيق قناتك، في حال لم تكن لديك 100,000 مشترك لن يتم توثيق قناتك، يعني اضافه الى اذا كانت قناتك يعني ذات ماركه مسجله يمكن ان تحصل على توثيق القناه، او في حاله كنت يعني تقوم بالاعلان بشكل كبير جدا في اليوتيوب يمكن توثيق قناتك. يعني غير ذلك لا يوجد، يعني لو كانت يعني الفريدوم تستطيع لقالتها يعني في يعني لو قالتها جوجل في الشروط الخاصه بها او في القوانين الخاصه بها. على العموم يعني فقط هذا الفيديو هو تحذير بالنسبه للاشخاص الذين يريدون الاشتغال على الفريدوم، لا انصحك بذلك. بالنسبه للاشخاص الذين يشتغلون بالفريدوم ويريد ان يغير الفريدوم، يجب عليك ان تنتظر الى ان تنتهي يعني العقد الخاص بك الذي قمت بامضائه في مع الشركه، حينها بعد ذلك يعني يمكن ان تقوم بعمل مع شركه اخرى، وان شاء الله يعني ستكون شركه اخرى وافضل شركه ستكون في الفيديو القادم ان شاء الله. فهذا هو كل شيء في هذه الحلقه، اتمنى ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابك. كذلك لا تنسى ان تقوم بمشاركه هذا الفيديو حتى نستطيع ان نقوم بتحضير يعني اكبر عدد من الاشخاص. في حال اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك، وفي حال لم يعجبك الفيديو اضغط على ديسلايك، وقول لنا في تعليق ما الذي لم يعجبك في هذا الفيديو. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.